بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة هقدم معاكم وصفة هايلة جدا لعلاج تساقط الشعر وإنبات الفراغات، وهتساعد شعرك جدا إن هو ينمو بغزارة ويكون كثيف. هنستخدم في الوصفة دي معلقة واحدة بس من مكون سحري، نتائجه فعالة جدا في إنبات الشعر وعلاج التساقط نهائيا. بس أتمنى لو عجبتكم وصفتي النهاردة متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. نبتدي بقى نشوف الطريقة والمكونات. المكون الأساسي والسحري في وصفة النهاردة هيكون القرنفل أو المسمار، ده بيكون شكله. هحتاج بقى لمعلقة صغيرة من القرنفل وهاخدها اطحنها في مطحنة التوابل ناعم جدا، ده بيكون شكلها بعد ما طحنتها. بعد كده بقى أنا هجيب معلقة صغيرة من القرنفل الصحيح ومعلقة صغيرة من القرنفل المطحون. هبتدي بقى بالمعلقة الصغيرة القرنفل الصحيح، وهجيب بقى مع معلقة القرنفل الصحيح نص كوباية من المية، وهبتدي أضيف معلقة القرنفل على المية. دلوقتي نص كوباية المية واضيف عليها معلقة صغيرة القرنفل وهغليها بقى دلوقتي على النار. هبتدي بقى ارفعها على النار واغليها لغاية المية دي ما تاخد لون القرنفل ده وتبقى لونها اصفر. ده بقى بيكون شكل المية بعد ما غليت مع القرنفل. انا بحطها في الاول على النار، واول ما بتبتدي تغلي بهدي بقى عليها النار واسيبها تغلي من 5 لـ7 دقايق بالكتير، وبعد كده بطفي عليها واغطي عليها واسيبها تبرد تماما لغاية ما بيبقى ده شكلها. بيكون شكلها المية بتكون كده واخدة لون القرنفل، هي كده بتكون جاهزة. بعد كده بقى هجيب علبة نظيفة واضيف بقى فيها مغلي القرنفل ده، ويفضل انها تكون سبراي يعني عشان تبقى سهلة ترشي منها على الشعر. انا ضفت كده خلاص مغلي القرنفل في العلبة وضفت كمان القرنفل، كده خلاص بيكون جاهز. طريقة استخدام بقى مغلي القرنفل، انا باخد مغلي القرنفل ده وبرشه على الشعر وبركز خصوصا على فروة الراس، وبدلكها كويس بايديا لمدة دقيقتين، وبعد ما بدلكها كويس بسيبه بقى على الشعر لمدة ربع ساعة، وبعد كده بغسله عادي بالشامبو. بتكون نتايجه حلوة جدا، واقدر استخدم بقى مغلي القرنفل ده على الشعر مرتين في الاسبوع بالطريقة دي. القرنفل بيكون فعال جدا في علاج تساقط الشعر، وكمان بينشط الدورة الدموية في فروة الراس، فبيساعد شعرك وبيحفزه على النمو، وكمان بينبت الفراغات وبيمنع التساقط نهائيا، وبيساعد شعرك جدا ويحفزه على ان هو ينمو بغزارة. بعد بقى ما بستخدم مغلي القرنفل ده على الشعر واجي اغسل شعري، هنستخدم دلوقتي خلطة فعالة جدا للشامبو برضو علشان يكون فعال لما نيجي نغسل الشعر. احنا كده دلوقتي بنكون استخدمنا مغلي القرنفل على الشعر وسيبناه لمدة ربع ساعة. هنيجي بقى دلوقتي نغسل الشعر. هجيب بقى اي نوع شامبو انت بتستخدميه، اي نوع، وهاخد منه كوباية. يبقى اخد كوباية كده من الشامبو. بعد كده بقى هجيب معلقة القرنفل اللي انا طحنتها في البداية وهضيفها بقى دلوقتي عليه بالشكل ده، وهخلطهم بقى كويس، هخلطهم بقى لغاية ما يندمجوا خالص مع بعض. وتقدري بقى تستخدمي لكل كوباية من الشامبو معلقة صغيرة كده من القرنفل المطحون. لو حابة انك تستخدمي بقى علبة الشامبو كلها بنفس الطريقة دي هتعيريها، وكل كوباية هتضيفي لها معلقة. هقلبها كويس بعد ما خلطتهم بقى. ده بيكون شكل الشامبو كده. كده الشامبو خلاص بيكون جاهز، بس انا علشان ازيد فعاليته كمان مش هستخدمه على طول. انا هاخد الشامبو ده بعد ما بخلطه بقى مع القرنفل المطحون وبحطه بقى في علبة، او ممكن اعاير العلبة كلها زي ما قلت، وبعدين بقفل عليها واسيبها لمدة اسبوع علشان يتفاعلوا مع بعض. الطريقة دي هتزيد فعالية الشامبو اكتر، وهيستفيدي اكتر كمان بالقرنفل المطحون. خلطة الشامبو دي بقى ممكن تجهزيها قبل ما تعملي مغلي القرنفل، يعني بتجهزي الشامبو وتخلطيه كويس مع القرنفل المطحون وتسيبيه لمدة اسبوع، وبعد كده بقى تبتدي تعملي مغلي القرنفل وتستخدميهم الاثنين مع بعض، هتكون الوصفة فعالة جدا. بعد بقى ما بنجهز الشامبو ونخلطه مع القرنفل المطحون وتسيبه لمدة اسبوع، كده الوصفة بتكون جاهزة بقى للاستخدام. في الاول بستخدم مغلي القرنفل زي ما قلت على الشعر واسيبه لمدة ربع ساعة، وبعد كده بغسل الشعر بالشامبو ده. بستخدم الوصفة دي مرتين في الاسبوع، الشامبو ومغلي القرنفل الاثنين مع بعض مرتين في الاسبوع، وده الافضل للشعر عموما، يعني غسل الشعر مرتين في الاسبوع علشان احافظ على زيوت الشعر الطبيعية. القرنفل ده بيكون مكون ساحر ومن الحاجات الهايلة جدا في علاج تساقط الشعر، وكمان انبات الفراغات، وبيحفز شعرك جدا على النمو وبيخليه غزير وكثيف. ان شاء الله لما تجربي الوصفة دي مش هتستغني عنها ابدا، وهتلاقيها فعالة جدا. وبنداوم بقى على استخدامها مرتين في الاسبوع بنفس الطريقة اللي قلت عليها. وبجانب بقى كل الفوائد اللي قلناها للقرنفل، كمان القرنفل بيساعد على ازالة القشرة من الشعر، وبيحارب البكتيريا والفطريات، يعني هو بيكون مفيد جدا.
ممكن جدا بعد ما نسيب بقى الشامبو ده لمدة أسبوع، ممكن بعد كده نصفيه بمصفى ضيقة علشان ما يبقاش فيه أي بواقي للقرنفل المطحون ده، عشان ما تضايقناش في الشعر بعد كده لما نيجي نغسله. وأتمنى طبعا أن تكون وصفتي النهاردة تكون عجبتكم. لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من قناة نور الشطور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.